جمعنا الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله من غير حول لنا ولا قوى في هذا المكان في هذا اليوم المبارك على زواج اخينا احمد عبد البشير نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك للعروسين وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما على خير انه جواد كريم وعلى الاجابه جدير وفي دقائق مختصرة حتى يجهزوا الإخوة المشايخ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عناءهم ومكابدتهم المشاق حتى يأتوا إلى هذا المكان أن يرفع درجاتهم في عليين بهذه الإجابة لهذه الدعوة فمن الأمور التي أحب أن أقف عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباد بن ساريه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والحديث صحيح أخرجه الترمذي عليه رحمة الله فهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم نوصي بها أنفسنا أولا وهذه الوصايا تعني أن يلتزم بها المتحدث قبل أن يلتزم بها السامع ونوصي بها العروسين لعل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وعليهما بتمسكهما بالكتاب والسنة ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى وهذه وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبا ذر فقال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذه التقوى أمر بها الله تبارك وتعالى إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فكان أحرى وأولى وأوجب أن نلتزمها نحن الذين هو الذين لا نساوي ترابا وطئه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله وأوصى الله تبارك وتعالى بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لقدم وغيرها من الآيات ولا نريد أن نطيل ومن الوصايا التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم اسمع قال وان تامر عليكم عبد حبشي الا وهو السمع والطاعه لولاه الامور ولا شك ان في هذه الايام ان بلادنا تعيش ما تعيش من الازمات ومن البلاوى ومن المضلين الذين يضللون الامه بفتاواهم الغريبه والمريبه فلا بد للانسان ان يلتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع للامير وان جلد ظهرك واخذ مالك وليس هذا هو النص الذي نحاجج به اهل الباطل واهل واهل الانحراف والزيق الذين ذاقوا واحدثوا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات وانما اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كثيره ومن اراد ان يراجع فليراجع باب الاماره باب الاماره من صحيح مسلم ففيه احاديث كثر وبوب لها الامام النووي عليه رحمه الله ابوابا كثيره ومنها السمع والطاعه لولاة الامور وان استاثروا بالاموال وان ظلموا وان جاروا ومن هذه الاحاديث كما قال حذيفه من اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرينا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وغيرها من الأحاديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عليكم بالسمع والطاعة وسأله سلامة بن يزيد الجحفي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا يا رسول الله فتولى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه الثانية ثم أعرض عنه الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم الناس الليلة الأفت الناس بالمظاهرات وبالعمليات التفجيرية وغير من الباطل ومن الخروج والثورات على الحكام وين يمشي من النصوص فبعضهم أراد أن يؤولها ويصرفها عن غير ما كانت وإلا نحن نرجع في هذه الأحاديث إلى تطبيق سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين في دكتور دكتور كبير هناك في جبرة جابوا له حديث قالوا له الحديث ذراك فيه شنو وإن جلد ظهرك وأخذ مالك قال الحديث قال تأويله شنو؟ وإن جلد ظهرك بحق وأخذ مالك بحق. طيب إذا كان حق الحق ده أنت رغما عن أنفك تتقبله. وإلا لو كان أخذ مالك في حد أو أخذ أو جلد ظهرك في حد فده أصلا أنت شنو؟ مكره أو غصبا عنك شنو؟ تستجيب لهذا الإمام أو هذا شنو؟ الحاكم. لذلك هذا فهم خاطئ. ولم يسبقه عليه أحد من سلفنا الصالح بل نجد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فعل ما فعل به وجلد وضرب وسجن وعذب ووطئته الأفراس الحصين تطو وعذب ما عذب وصبر وجاءه علماؤه في أغرانه في زمانه وحدثوه بأن يأمر الناس بالخروج وناظرهم في ذلك ولم يأمرهم بالخروج وعندما خرجوا منهم قال الدماء 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 ثم خرجوا فقبضت الحكومة وقتلتهم وشردتهم وإلا فصبر الإمام أحمد على عدد من الأئمة كانوا ظلماء بل أمروا بالكفر البواح ألا وهو خلق القرآن كفر بواح من اعتقد أن القرآن مخلوقا ولم يقل هو كلام الله غير مخلوق فهذا كافر بالله فالامام احمد صبر وصبر وعذب واذي حتى اتاه الفرج من الله تبارك وتعالى ونصره الله تبارك وتعالى واصبح اماما لاهل السنه وما ذكر امام اهل السنه الا تبادر للصغير قبل الكبير انه هو الامام احمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعذب ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى مات في سجن القلعة بدمشق ولم يأمر أحدا بالخروج فما بال هؤلاء يفتون على السلف ويؤولون النصوص ويلون أعناقها وإنما هو الباطل والانحراف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور ومن لم يقبل بهذه النصوص و طد الطرف عنها فليطيص بما حصل في اليمن وبما حصل في سوريا وبما حصل في غيرها من البلدان الليلة يجي يشحدوا عندنا هنا في الاسطبات إيش يشحدوا في السودانيين والليلة هن ذاتهم خليك من اليمن وسوريا وغيرها الليلة ناس نديل ماتوا منهم كم نفر عرف قتلهم منه حكومة تقول ما قتلناهم معارضة تقول ما قتلناهم تمرق ما تعرف روحك شنو ما تعرف روحك الكتلك منو ولا مت في حق ولا مت في باطل لذلك هذا الخروج وهذا كله من الباطل الذين الذي يجب على المؤمنين ان يتركوه ويستقيموا على كتاب الله تبارك وتعالى ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات وامر باجتنابها ولكن جاء من يقسم هذه الأمور أي هذه البدعة إلى واجبة ومستحبة وحسنة وغيرها وجعل لها شنو الأحكام شنو الخمسة في الإسلام وهذا كله من الباطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وأول هذه البدع التي يجب على الدعاة أن ينكروها ألا وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى الإشراك بالله تبارك وتعالى لذلك وجب على الناس إنكار هذا المنكر الشنيع العظيم الذي يحارب به الله الذي يحارب به الله تبارك وتعالى من القباب والأضرحة والذهاب إلى الكهنة والعرافين والدجلة وتعليق الحجبات والتمائم والاعتقاد في غير الله تبارك وتعالى ومناداة المشايخ وغيره من هذا الضلال وهذا الباطل الذي يخلد في نار جهنم لا بد على الدعاة أن ينبهوا له هذه الأمة لأن الأمة في غفلة عظيمة ولا يدرون الذي يصلحهم من الذي يضرهم بل كثير من الناس لا يعرفون ما هو السبب الذي حارب به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الاوائل بل كان المشركون الاوائل يقرون ان الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المدبر وهو المميت وهو الرازق كل هذه كانوا يقرون بها المشركون الاوائل ولكن في زماننا هذا نجد من يعتقد ان المشركين الاوائل ابو لهب وابو جهل وعقبه بن ابو معيط وغيرهم كانوا ينكرون وجود الله يقولون انهم لم يكونوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى وهذا باطل قال الله تبارك وتعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله وغير من الايات وربنا تبارك وتعالى بين ان سبب كفرهم وانهم ما يريدون من اللات والعزى الا التقرب الى الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولكن جاء في زماننا هذا من يعتقد ان غير الله تبارك وتعالى يخلق وان غير الله تبارك وتعالى يرزق وان غير الله تبارك وتعالى ينزل المطر وان غير الله تبارك وتعالى يفعل ويفعل ويفعل وهذا كله من الاشراك بالله تبارك وتعالى لذلك وجب على دعاة التوحيد ان ينبهوا هذه الامه بهذا الخطر العظيم الذي هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ادق من دبيب النمله السوداء في الصخره الصماء في الليله الظلماء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان واخبر الله تبارك وتعالى ان هذه الامه جميعها الا من رحم الله واقع في هذا الامر الشنيع فقال الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فلذلك كان على الناس اول ما اول ان يتعلموه في امور دينهم الا وهو اجتناب الشرك بالله تبارك وتعالى لان الاشراك بالله تبارك وتعالى يخلد في نار جهنم قال الله تبارك وتعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من أنصار فهذه كلها من الأمور التي يجب على المسلم أن يجتنبها وغيرها من الأمور المحدثة الأخرى كالبدع في العبادات من نوبات وسبح وكشاكيش وغيرها من الأدعية الباطلة التي لم ترد في الكتاب والسنة ومن الأذكار المبتدعة تجد أن أحدهم يقوم ليله كله ينطط تلقاه ينطط بكرة واحدة ويدق في النوبة ويقول هو 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 حي 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 فهذه كلها من الأمور المبتدعة ومن الأمور الباطلة التي لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم فكان على المسلم ان يعتصم بما كان في الكتاب والسنه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه الخلفاء الراشدين وان يسير على درب الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولا يشاقق لان من يشاقق من يشاقق دربهم فهو في نار جهنم تلظى فيها اذا خالفهم من العقيده فما دونها لذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين